مرة صبي لبن صبي لبن ناصر راح العدن راح العدن. ما ترس ماي ذاك، انا بصير باخذ راوند 2 الحين. بسم الله الرحمن الرحيم، ايها السادة ايها المتابعون، مرحبا فيكم في مباراة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا ايها المتابعين والمتابعات والمشتركون والمشتركات. انتظر ضمومك 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 انضمامك ناصر، تعال. زين، مرحبا فيكم. قررنا انا وناصر نسوي لكم مسلسل درب الزلق، مسلسل فارمنج سيميليتر. اظن نصكم ما يعرفوا مسلسل درب الزلق، اتمنى تستمتعون. زين، بس ناصر يبي يقول لكم لازم تسوون ترى شير حق الفيديو، ها سبسكرايب، نبي نوصل 2000 مشترك. شو رايك ناصر؟ نبي نوصل. ها والله ان شاء الله مشوار الالف ميل يبدا بخطوه. ان شاء الله ان شاء الله، نحن اوريدي على اذا ال 1000 ميل، نحن 1270 ميل، نبي نوصل 2000 ميل مشترك. ما بقى شيء ما بقى شيء هم قدها هم قدها. الله يقصرهم. نعم انه قدها. نعم، اول شيء طبعا لازم هني ناخذ منكم بريك، نسوي مزرعه جديده، نسوي لنا شويه فلوس راس مال. ناصر تدخل فوق، تدخل جوين فارم، سوي جوين فارم نصري. لا خلاص خلنا ندخل. ادري بك سوى سنجنجيزنج، سوى سنجنجيزنج حقك اصلا تي علق سنجنجيزنج علق. اوب هلا خليل، شعرك هلا والله، ما شفتك من زمان صدق، زمان ما شفتك من ساعه اشتقت لك والله. يعني تي تعرف هلا بالمزيون، هلا 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 ابوي، هلا هلا راعي الريبان، هلا مكتوب مان فوق راسك، بس انت بنيه كيف؟ شفت؟ غريبة بنية مكتوب فوق راسها مان، ما اعرف. زين، خلي زي فلوس. خليل دق اسكيب. ما اقدر اسوي كرييت فارم. قول والله تتمسخر بس صح؟ بس جوين اسوي عليك. لا زين، لحظة وين نسيت والله نسيت. هاي بيت بثلاث حبات. باي فيهيكلز سيل فيهيكلز ريست باي بليسبلز سيل بليسبلز هير اسيستنت مانج كونتراكتس تريد انيمالز كرييت فيلدز. ما يستوي. شو ما يستوي تسوي فارم بعدك؟ لا اسوي لي فارم بس. ويت الحين خلينا نحاول. كيف قلت لي؟ كرييت نيو فارم، تروح فوق على البيت الحين. مره ما اسوي كرييت خلاص، ارجع بس اروم. شو طرش لي فلوس. هارون ما اعرف كيف اطرش. خلاص برايا بس تصير داخل المزرعه، تروح على ثلاث انفار، تنقي لك اسم، تحط فول فلوس، تعطيه ترانسفير، ترجع هني تمسح المزرعه الاوليه، تسوي كريت نو فارم، وتتم على هالحال هذا، وتصير الفارم الثاني طرش منه فلوس، ترجع الفارم الأول، تمسح المزرعة اللي قبله، تسوي كرييت نو فارم. كم نبغى فلوس؟ ما بويت 300 400 مليون بس. تبغى تذبحني أنت اليوم؟ لا وايد. لا وايد وايد. شوف أنا بسوي لين أتعب. كم يستوي؟ خله يستوي بس. تري على الشوبينج، خلنا نسوي شوبينج، خلص هذا شوي اساس نقدر نحط كومنتري. انت بتخلص نص الجيم وانا ما حد يا سحب الفلوس. لا بس خدت ولا شيء، ما خدت شيء الحين. ما ها عندك برمشن؟ تبي حطيت لك برمشن كامل؟ ما شيء، لان طلعت ورديت اشياء. لا تشتري تريليون شيء، لا تشتري، بس صبر صبر صبر، خلنا نسوي المزرعة أول، خلنا نسوي المزرعة. خلص عيب. زين، ما نبع 10 مليون بس. شوف عقب إذا بغينا بنسوي. لأن إذا بغينا فلوس زيادة نقدر نسوي أي وقت صح؟ هاي فوق العشرة مليون بعد. بس 10 مليون ممكن اسوي زياده ترى. تبغى زياده فلوس؟ لا بس لين عقب بنفلس، عقب ناخذ. مفروض نظريا ما نفلس حاليا. انزين، اول شيء بنحطي الكونكريت الاولي هني حبه واحده قلنا صح؟ خلينا نسوي الارضيه.
قلنا انا بحب وحده كونكريت صح. خلنا نطلع من البقاعه سبع رمح. طيب ياخذ مساحه. خلنا نطلع 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 نطلع. وين بدك تحطها؟ من نفس مكان الكونكريت الموجود. كرنك مكانها موجود. وين موجود الكونكريت؟ انا ما اقدر احط ياس، اطلع من المكان عشان اقدر احط يعرف. نفس هذاك العود مره ولا اصغر شوي؟ لا وايد عود. لا لا خلينا انسيابي يعني يكون زين. اول شيء ليش انا ما اشتريت الارض؟ خلينا اشتري الارض. زين ارض رقم 20 سهل. باي لحظه لا بخلي اصغر عن هذاك. اوكي من اي واحد كان 40 في 40 ها صغير 80 جيد. شوف انسيابي صعب ليش؟ لان الشارع من صوب نازل من صوب مرتفع، واصلا التول لا يطلع ولا ينزل حاليا. عرفت؟ فنقدر نسوي بما معناه ممكن يكون شارع واحد زين. ما تقدر انسيابي يكون جيد جدا على كلامهم. اخاف اخرب الدخله يا اخي. يا جماعه بعد ما قلت الجيم 8000 مره رجعنا لكم الصور على طول. بديت تسجيل ترى قلت 8000 مره، سوينا ريستارت 7000 مره، الحين براويكم شو سوينا. يا رب نصر كيف الجلتشات. بس شوفوا المزرعة كيف الحين الرصيدة. شوفوا 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 كيف المكان حلو. شوفوا محلى شوفوا محلى. بالله عليكم بالله عليكم منصور حبيبي ناخذ تركات. ما اخذ تركات وين تركات؟ لا بحط مال البقر. اوه خليل صراحة مضبوط صح؟ من الاخر اشكرك الصراحة يا اخي. بنحطي مال البقر بس بعد ما احس 100% سيده ترى. لا مضبوط ما عليك. اي حطي مال البقر الحين احسه شوي ها جلتشي. مش جلتشي لا مش بس بحطي مكان مال البقر. ابى احطي شوي في الوسط لانه عندنا يا اخي مساحه بنشتري قد ما نبغى صح؟ نعم بنشتري الأراضي كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. نصور ركب عدل. نعم انها ركب عدل والله. هلا دق الفورت. ما شفتوا الفورت؟ اسمع صوت الفورت غير الفلات بيد يا ريت. سمع الهياط بس شوف فنان. لا مضبوط والله تصدق. والله سيده نصري. لا والله سيده والله مضبوط. سيده والله مضبوط. خي ساعة ونص قاعد اشتغل عليه. يلا نجيب تراكس. انا بشتري ترك وقالوصة اكل. ما اعرف انت ترك وقالوصة ماي بتيب. اوكي انا ريوس ترك ريوس 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 قالوصة. انا بشتري ترك. هلا ابوي والله هلا ابوي. هلا بشاحنات. هلا خلي سيري باكل حق البقر. ما اشتريت بقر. زين اهم شيء جبنا احنا كل شيء للبقر. بشتري هناك بقر. نشتري ما بنسرني لان انا ب 400 حبه مش عملي ابدا. انت ب 400 حبه. هلا بالتاتره. هلا هلا ابوي. هلا 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 بالهياط. هلا قمنا الاستوت التعبان. زين انا ليش صرت الحشيش؟ خاطر تدق لهم هرن يزيغون شي تقول جراند ثيفت اوتو شي يا را. هرنه تعبان. هرنه المفروض هرن باخره هذا. لا والله والله هالارض ترى ما غيرتها. قلت احسن كونفجريشن هي الارض ماله برايا. بس ميك بتعبي ماي ساعه ونص. زين شو اجيب لهم اول شيء بما ان عندنا كل شيء؟ بجيب لهم بقر. بجيب لهم واحد ماكستريشن وبيب واحد شو تعرف شو جراس سترو. شوف 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 الماي. شوف خليني اشوفه من داخل كيف الوضع.
يا اخي المان افخم يا اخي، صح؟ هي المان احلى وايد، احلى من خلني التوترا. اتسبحني بسرعة. السلام السلام، شو تسوي انت؟ شو تسوي؟ اتسبح تسبح، خلنا نشوف. كلنا الشاور، كلنا الشاور. لا وينه؟ بالضبط هذا نيني. لا ليش هناك؟ تعال انا بسبحك، تعال تعال سبح 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 سبح. لاعب نظفتك. ها ها ولا تزعل، سيرفس تو جاي من الوكاله بعد اغسله، اظني وصل السياده يا ريال يا ريال. خلنا بنده ونروح هناك، اظني عبى شوي هالشحنات، مشكلتها سنه لين يعبي. ما شاء الله هذا الحين مو عبى 20,000 ماستر مو. ايه بيطول بيطول بيطول. اوكي ما عليه. زين جبت ماكستريشن بالك صوب كامل هو ما شاء الله. ايه سريع هذا، سريع اكثر من ذاك. عرفت ليش غيرته؟ هي. سيري تشتغل في كل وقت الا يوم اقولها سيري. الحين سيري الحين بصير بصير عند خله يعبي، بصير بشتري بقر، بشتري فقر ما فقر فقر بقر بقر مال شو اسمه مال الفجيره. الفجيره اي والفجيره اي. السلام ما كنا نشتري بقر. لا والله سيده تصدق يا اخي تي مندهش 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 كيف النسيدة. ايه متعوب عليها ساعة ونص كراشات يا رجل. اوبن انيمال دايلوج مال الفجيرة وين؟ ها بقر فجيرة، نعرفكم على بقر الفجيرة. تريليون بقرة، تريليون تريليون تريليون. ما نبى مال هولندا، ما نبى ما نبى مال هولندا. لا 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 محلي كله محلي كله محلي. زين خلنا يا سلام الحين نفول. تسمع الكيبورد كيف يتناقع يا ريال. سويتهم 16 ما شاء الله. ما شاء الله اخذتهم ب 2 مليون هايلة يا ريال. بذمتك 2 مليون؟ اخذنا سامان تو. الحين كم نقص؟ الحين شليت فل يمكن 200 الحين. لا 600 الف بقر. 100 ألف بقر 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 بخر 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 بخر. يا بقرة صبي لبن صبي لبن. نصر راح العدن راح العدن. اوكي زين. اوه يبانا مال سيلاج وما ادري منو مال تبن منور كيف نشله ما نعرف الحين. هلا بالبيك اب، هلا هلا والله ان البيك اب هذا والله انه زي العسل. والله والله زي العسل زي 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 العسل والله. شوف 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 يلب الفورت والله. اوه هذا عبه هو نص يا يعني. يبالنا تنكي اسرع الماي تو نص، يبالنا تنكي اسرع. خلنا نصير نعطيهم اكل لان انا برجع راوند ثاني. انت ما بترجع اي راوند ثاني، ثالث رابع برجع انا. اول شيء بعبي لهم سترو 150,000. بس تو عندنا سترو الحين تو تخيل. شفت متطورين الحين ستيرا. ايه 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 متطورين. شوف كيف ننزل سترو. شوف يا ريال هاي تعبي بسرعة. قلت لك يبانا تانكي ننزل مود تانكي سوبر ديلوكس. يا سلام. نعم 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 نعم. انها الحقيقة انها الحقيقة والله محلاهم البقار. ينقص بعد ها؟ ايه بيفول صح؟ هذا هو الواقيو الصعب خليل. واقيو واقيو واقيو. اح سيفن قال زين انه سيف روحه صح؟ شوف الحين استرو كيف ياس يتعبى يا ريال. اول كيف الحين كيف طر طر يا حي الحياه يا ريال. الحين اوه الحين استوى عندنا مزرعه رسميه. الحين بنيب غنم. لا غنم لا، بنضبط امور بقر اول. بنيب معدات الحين لان استكشفنا معظم اللعبه خلاص. عرفت صبي لبن صبي لبن. ناصر راح العدن راح العدن. ما ترس ماي ذاك. انا بصير باخذ راوند 2 الحين.
لحم ولا هاك يوم تشليت هذا تبوا نص واصل. تصدق هذا على قياس البقر 150 ألف أظني، بس خلاص شوي باقي له مفول، فما يستاهل أجيب قراص ثاني. شو اسمه سترو ثاني. خليه يصير يحط لهم بس أكل، بيجيب لهم كل أنواع الأكل ملذ وطب. بيجيب لهم قراص بعد بيجيب لهم. لازم نكتم أكثر. يا بقرة عاد يا الله. أنت يم البقر. زين. أنا أبوهم عاد أشوف شو الترتيب. زين. بس حلوين والله البقر هاي. مشكلة يوم يفضي مارو منزل يا أخي. أبغى أنزل أشوف البقر. مصر تمسك شفت أمسك شفت مكان يفضي أمسك شفت مكان يفضي. الحين الحين يهول الماي الحين بيك. لا لا خلاص خلاص حصلت طريقة تشوفون فيها. شوف حلال بيضة. حصلت طريقة تشوف فيها البقر. أح. ردني العمود. عندك شو؟ هلا هلا باللي داش في الشاشة أح. زين دعمني. يو يا البقر اخيرا مفول تو مفول تدري بقر بقر يا بقر هلا بالبقره هلا هاي بقره شوف تعالي بحلبك تعالي شردت اول ما قلت بحلبك اوكي اوكي خلاص عن السخافه عن السخافه شوف الاسترو الاسترو فول التوتال مكستريشنز ما هز مشعره يا ريال 150 ألف. فارم هاوس عشان إذا هدينا شيء ورانا نقدر نسوي تليبورت على الأقل. صح؟ صح. صح. الجراج بابه هني هذا بابه الجراج. صح. القياس بيكون على الأغلب صح هذا. ورا البيت ما نبي نروح ورا البيت نحن صح؟ إيه. أوكي تي البيت. مكانه فنان صح؟ السلام هي 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 وايد اوكي مكانه لا مزرعتنا هاي حسبت اسوى كراش يا ريال زغت عيزنا كراشات يا ريال هذا يعبي سريع والثاني ربع ساعة اقول لك لين يعبي لا والله يطول هذا هي نبى قراص ايوه هذا قراص يلا عبي وانا محاك بشرب كوفي وبشوف من هني خلني بركن البيك اب في البيت لحظه اسمع 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 دقة سلف اسمع قر حلم كل مواطن هدرت نفسه ما يدخلونك على الشرطه باركن شو اسمع 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 تعال شوف ليت الريوس شلونه شوفه شوفه يخرب بيته مش ابيض ازرق يا ريال ازرق ازرق زنون قديم رخيص والله يستوي مكانه والله يستوي مكانه بس دعمت السلندر اشوف السلندر وين صار صارت ام السلندر الدرام صح ما يصير تركب الصوب ثاني شوف ايه ما يصير تشوف من ورا ليكون طلعت من ورا لا ما طلعت اوه في كرسي هنا يستوي نقعد عليه لا ما يستوي غشاشين ابى كرسي اجلس عليه شو سوينا تو سكرت باب الجراج انت لا ركبت ما عاد صوتي ما اعرف شو سوى هذا خلص خلنا نسير اعطيها اكل شغل ليتات بس لان استطيع راوند 2 هذا توتال مكستريشنز خليته في الوسط يا اخي هني كتر شكله تي احسن مشكله عندك امكانيه اذا تحطه في الوسط ما ادري والله خلني اجرب لحظه لا شوي لا يعقب بعده في الاول يتم على الاول دامك حطيته الاول ما يعقب امكانيه مصر بحط مزرعة خيول شو رأيك؟ خليني بخيول نتمشى فيهم لين هاي يعبون بس حلو مال خيول very nice انا ابى رعد صغير ما نبى وايد انت سير اشتري لك الخيل اللي تبغاه وانا بشتري الخيل اللي يعجبني زين تعال تشوفه زين قاعد ولا
في شوي نزل استوى هم قريب منه، قوة نزل لان الارض مش اوكي بالزاوية هناك، لاني عبيت على زاوية عرفت؟ شوفه بصير باخذ الاخير. تعال تعال واحد قريبه. ايش رايك؟ اوه اخذته شي لونه كلاسيك يا ريال، والله انه مضبوط حق خيل هذا. هل بكب مضبوط حق خيل؟ اشكرك والله. بتجيب لي الخيل اللي مرقط، هات لي انا البني والابيض مرقط عرفته؟ رعد هذا. ايه انزين انا وصلت مكان حيوانات. يلا يا عينك باخذ الخيل مالي. انا باخذ اوبن انيمال دايلوج. وين رعد؟ رعد رعد العملاق رعد اشتريته. اوه فنان يا اخي. ما ركب عندي ليش؟ توي اشتريته توي اشتريته. رعد مرحبا رعد. السلام انتهى ولا؟ لا 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 بصير بعبي اكل ولا؟ انا بيجي هناك بركبه سوف استمتع معك. اوف نزلت وصل البقر. هلا ابوي هلا ببقرتي الواقي وهلا هلا بالخيول هلا هلا ابوي. عاجب محلان انت الاسود ها ولا جم؟ شوف هذا الاسود. ايه اسود ميد نايت اسمه بوناكو كونفيرم. خلنا نشوف الخيول. هلا بالخيول هلا هلا بالخميس تريد 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 تريد. هلا ابوي هلا هلا. تعال انا بصير عند رعد. الو رعد خلنا نسير عند الحيوانات. كونتو سمي رينيم رعد رعد. تعال يا رعد تعال 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 يا رعد خلنا نسير عند امورهم طيبة امورهم في العسل هاي المالك. بس السيلاج شو سالفته اصلا؟ يعني وين نسوي له دامب؟ وين نبيعه؟ هل حد يباه؟ هل نصير نفتك منه؟ نو ايديا. يا رعد بخليك شوي ترى. هي لا في 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 هي لوفت هي لوفت غير الهي لوفت غير. وين احط الهي لوفت نصور؟ صح. مكان عندك يستوي هني. وير برد يستوي وير برد يستوي يستوي. وين انت تبقى واقف بس اذا تقوم هي بعد شوية بعد شوية. جزاك الله خير. بعد شوية لا لا هذا من مكان ولا جود اوبجكت. ها سيارة قريبة خلاص حطه هني وير برد. اوكي قد وقت لحظة نبغى نحن فضي الفرونت. لا توب سايد فرونت لازم نحطه. ايه شوف يا سفضي الهيكل له. ايه بس الحمد لله ان شاء الله ما ينترس. بس هسه ستوك مال اللعبه بيكون عادي يتفول على طول. بس وش العقبه منها هي؟ انا كنت ارمي فضيف مال البقر اصلا تصدق وما فكرت فيها توي استوعب. حتى القراص البقر يشيل القراص. ايه نقدر نسوي اي عادي نكست تايم اذا عندي شي كميه زياده بعقب مال البقر. حاط عليه اخذه بالتريلر. هيسليري تانكس هني موجود. بس اي واحد تبى تاخذ؟ اخر واحد اخر واحد اخر واحد مود هي 50,000 في غير 30,000. 50,000 اظني هو اوكي يعني. اوكي 50,000 شله شله مع القالوصه ماله نفس اخر مره. بس المينر اخر مره يمينه شله اظني لازم شيول ترى. يعني هاي السوالف شفت تجمع هني ها يجمعون هني الكشره مالهم. ما ادري هذا شو ولا اظني هذا اكل جلوصة. اكل طايح زياده. قالوصه باخذ بو ثلاث واير اكيد. هم اللي اخذناهم بو ثلاث واير.
اوكي مو مشكلة عادي، بس ما يبالك اوفر قروصة ترى. حلوين كان، ايه حلوين كان. اكثر وثلاث. هلا ابوي رعد. هذا مال سلوري، بوقفه عند الاسم مال سلوري. ها شد زين، انا افضي تباني افضي ليري. لا لا لا، انا بوقفه عنده هني يوم بينترس بنشله. شو رايك؟ اوكي، كم سليري عندنا اصلا؟ ولا ليتس سي، كم سليري؟ 2300 مو بوايد، مو بوايد، بس خلينا نبركنه هناك بعيد بعيد، خلينا بعيد، مش انا ببركنه بعيد عادي يعني. خلي مزرعتنا نظيفه يا اخي. خلي اسير اوقف فوق اطالع المزرعه من فوق. يخ يخ والله حلوه المزرعه يا اخي، قامت تستوي حلوه يا اخي. الحين مزرعه حيوانات يا اخي صراحه، صح والله شيء شيء يا اخي لذيذ يا اخي. مزرعه حلوه، ودك تحطيها بصمونه وتاكلها. انا اركب هذا خيل. تعال، في شيء انا شفته ما ادري يمكن يستوي. نقدر نسوي سليب، بس خلنا نردم هاي لهناك. نقدر نسوي سليب بذمتك؟ خلنا نسير. تعال يا رعد، لا تخلي شو اسم حصانك؟ سواد الليل. لا تخلي سواد الليل يروح عنك يا رعد. تعال يا رعد خلنا ننظفك. تعال، النسور الخاين يقردنك. زين، بوسه حق بابا. اوكي خلاص خلاص، والله امزح. كيف نسوي سليب؟ نروح البيت. عاد هذا موتر العزبه هني لازم. سويت فلاش. اوه الروم، ما نروم ندخل البيت. سليب ار سليب. ايه سلكت سليبنج ديوريشن. سليب ديوريشن 10 اورز. خلنا نعطيه ارقاد. 8 اورز 10 اورز 12 ساعة في ذمتك. 12 ساعة يلا. الليل سوف الليل سوف الليل رقدت. اوه تو 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 تو، كيف يمر؟ رقدنا. ايه شوف حبيب والله. 5000 يا ريال. هلا ابوي رقدنا على الباب. زين شوف بس قص علينا يعني، طلعنا من البيت. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. خلنا نسير نشوف رعد. اول شيء نشوف رعد. هلا ابوي، هلا رعد، هلا هلا حبيب الشعب. ليش تبي تركب رعد؟ خليك بعيد عن رعد. اقول اوان واحد ميد نايت. البقر يبالهم يبالهم نظافه، ابي ينظفون اعمارهم برايهم. عندهم استرو زين، وعندهم اكل تمام، وعندهم 7000 لتر حليب. امورهم طيبه. نسير سينر قدر ب 20 ساعه. زين خلنا نسير. هذا المشي نتمشى في رعد. تعال تعال. لا يبالنا، شوف قام يستوي عندنا وقت نتمشى يا ريال. شفت؟ يا سلام. لحظة خلنا نشوف، أنا وايد مستانس. خلنا نشوف. حطوا سعر على الوقت. ترى الوقت خليل وايد بسرعة خفة شوي. ما تعرف صح، أنا متعود الحين نقدر نرقد إذا يا الليل خلاص. يا سلام، اقول لك يبغى نضيف شيء في المزرعه يا اخي. اللي هو خلنا نشوف اذا مال بقر ثاني يستوي مكان زين. شو رايك؟ اوكي. Bye.
جماعه يا جماعه يا جماعه، وبعض من الوقت استواها بالطريقه هاي. شوف الحين، شوفوا الارض استوى السيد. الحين بحط هنا مال بقر شكلي، هني مال بقر لان ناصر يرد. خلينا نسوي لنا شيء كابوشر، نحطيه بهاي الطريقة. ما اعرف اذا بنحط شيء في الوسط ولا ارصة. لا خلونا نحط هنا، احنا ميزانية مفتوحة نمشي. والارض سيدة محلاها، هل الرصة شوي زيادة هناك وايد وسيع كان. شوف المكان حق شل المينر، لازم نشل المينر. عصيرج فل بعده 1300 وشوي، والله عادي يعني ذاك الزول. نشله هني، نصير وقفة عند المزرعة. نسوي شوبينج الحين، نسوي لنا شوبينج. احنا نحتاج شوبينج تايم، شوبينج تايم. نبى هذا، نبى مينر، مينر سبريدر. عندنا واحد كم يشل؟ ما نقدر نكبره، لا مستغير لونه بعد. اي يس اوكي، بيشل هذا تراكتر، ميديوم تراكتر. ولا لحظة، شوف هلا ناصر. هلا الحين بشتري معدات المينر. المينر لازم تشله بفورك، وعرفت كيف تبيعه. لا انت بعد تكون لين، لا سوى كراش، تعال سوى كراش كالعادة. لازم اعدل. بتشوف المزرعة، اشتريت مزرعة بقر خليت فيها 70 80 بقرة. انزين الحين بشتري مال مينر سبريدر، وبشتري تراكتر. بس شو الهدف؟ بشتري تراكتر واحد يشل فورك، يعني تفصله تشل فيه المينر وترد تقلص فيه وخلاص. نفس الشيء نفس الشيء. انزين الحين سيفنج. انزين الحين اسير هناك ايبه، خلنا ايبه. انا بس ياسر هذا بنسوي مره واحده بنوقف. اقول لك تايرين مرات مزعج في عند المزرعه، ترى ثلاث واير وهاي. لا هي هذا ما يقلص، انا صور الكلب كيف ما في ما يقلص. كيف ما يقلص؟ المفروض فيه ايه بس ما يقلص. اشوف ايه ما يقلص. يقول لك انسى الزعل هذا. برايه برايه ما عليك امر، تشتري له تراكتر ولا شيء ولا وات ايفر عشان تقلصه، ولا بيك اب. ما اعرف بيك اب، ما اظن بيش انت بعد. بس هات هذا هني ما عليك امر، ان شاء الله يشله. قول ان شاء الله. بس الشيول بسم الله الرحمن الرحيم. هي شله نويس 20,000 almost in one go يا ريال. اشل شو هذا القلوصه هاي؟ هالقلوصه يا ريال. يعني اخذ لها تراكتر صغير؟ هي خذ لها تراكتر ولا ما اعرف شيء يقلصها، بنوديه هناك ترى حق خطوط، يعني شيء حق خطوط يكون هورس باور يعني، بس ما يكون وايد واير وسهل يكون سواك تعرف، بس مكينه قويه. هي. الحين هذا بس يترياك نصر فيه السيلاج كله، مشكله لا في 8000 غير. بنصير بنبيع بنستكشف عرفت. انا بجيب شو اسمه، بجيب تنكر نشتري مان من باب التغيير، ولا تاتر احسن اقوى شيء صح؟ اوكي تاتر اقوى شيء. تاتر اقوى شيء، بسوي لونه حليبي، رنكات حليبيه، هذا حق حليب عرفت. مبدا غبي بس اوكي. انزين قالوصه وين كان التنكر نشتري؟ نسيت يا اخي. انيمال لا انيمال سي انيمالز انيمالز سودا قلنا حق حليب صح؟
صحيح. ب 75,000 لتر هاي صح؟ MK32 هي 75,000 لتر أكثر شيء عندنا هي صح. باي سودا حق حليب. أوكي الحين بسير هناك لين تتي. بس زين لأن هاي 20,000 يعني مرتين ثلاث مو مشكلة يا يعني. خليل ترى آخر تاترة مش أول وحدة ها. هاي آخر تاترة نشتري له. هي على اليمين آخر شيء بتشوفه. هي آخر تاترة 180 يعني بالقارب. ها؟ 90 يمشي. شو؟ 92. والله حلو وايد زين. فنان والله تراك تشوفه ابيض راس حليبي تي وهذا اسود والله انه مضبوط مش طبيعي مش طبيعي فنان هذا الطرح حق حليب مع ان في العاده احيد الحليب يحطوا له الميتلك كامل حسب يبين النظافه جلبت التراكتر بالغلط هذا اللي كنت جالس تشيل في التخريب عدلا زين ايه ترى يتوقف عليه دول جيج انا جبت القاروصه مال الحليب لا تترى ادعمه يا ريال اريح احد دعمه 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 لا لا دعمه سيده دعمه سيده قاعد تدور على عمك اجيب اجيب اعتدل 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 لا لا اعتدل لا نمشيها ما يميل للتحت لا نصور بالعكس نصور نصور بالعكس اوكي ويت خلني اعقد شوف 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 لا لا شوف 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 كيف مثبت لنا حقك عشان تجربه عدل بعد شوف رافع لنا فوق يلا كبخة ايوه 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 اشكرك الله انك جيت ترى حاسب ما في ميزانيه يوم معبي فول عرفت؟ وقف زين تحط في هذا ايه بس دقيقه يتعبى؟ يتعبى نعم زين مش بطيء وايد بعد شوف نايس نايس ابى اشوف اذا نظافه البقر بيرتفع اذا شلينا هاي لان يا اخي وايد نظافتهم تنزل وعندهم كل شيء يا اخي ايه من هذا التكرم والله وايد 20,000 وايد زين الباقيات 5,000 يا ريال يعني اللي يسوي مره غيره في 4 مرات تعرف زين خلينا نسير نبيع اللي عندنا تو النص بنبيع السليري ولا؟ بنبيع سليري سليري وهذا سليري ولا هذا ايه شل انت تبغى سليري ولا الثاني اي واحد تبغى شل انت هذا الاصفر وش الثاني يعني. يلا خلينا نسير هناك سيفنج نايس مو تشوف سيفنج شوي قمت ارتاح يا ريال وين بعيد تصدق لا اح سويت تليبورت عليه بدل ما اسوي له مارك فوق اليمين اخر أوك. شيء رقم 9 ترى ماب ها؟ ليتس جو ابو ثلاث واير 43 في الساعة يا ريال ما بوصل ها تبغى ابو ثلاث واير هذا يستوي ها يا تنشب عند العزبة لانه وايد عريض يا شو اسمه لحظة هو وين مكانه؟ تفضل سيدة 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 صح؟ لين الهاي واي نعم سيدة لين الهاي واي صحيح انا بعد اشوف سيدة انت زين اذا ما يستوي هذا استعمل التورك ماله ايه يا اخي ما يصير نشتري على القطار تصدق من ورا المزرعه في درب احسن
اشوفه. ما يستوي شو؟ قطار القطار قطار يستوي، تاخذ قطار عادي، تروح تودي سامان تبيع بالقطار احسن. زين بس ما اعرف هل وين لازم نركبه نحن في القطار، لازم نودي سامان القطار نحمل القطار بعدين ورت نفرشه هناك. كيف عم بنبيع؟ ما اعرف، بس هاي المعلومة اللي انا يعني جاهدت لي احصل عليها، وطلع على سعر الحين وكل شيء الحين، على سعر ايه؟ فالحين لازم نبيع اكيد عند واحد من هالتناكي. تشوف التناكي اللي توقف عندها؟ لا، في مكان هني اصفر، تشوف يوم هني طلع لي شو اسمه، يمكن داخل هني. زين ايوه، هني 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 هني، شوف وقفت عنده، ستارت اوفر لودنج. ايوه طلعت فيديو، انت تعرف بس زاد لنا فلوس شيء. ما يستوي هاير وركر رجع البيت ترى متسوي له ريست يصير على الشب سيده دايركت. كيف اسوي له؟ بعته انا، ما تشوف دخل عليه فلوس. ارقد، يقول انت مش تعبان. تعبان زين، انا احس اني تعبان. الو ابو ارقد، يقول انت مش تعبان. اقول لك ضفت اللعبه، اقول لك ضفت واحد مال بقر صغار بس ما حطيت فيه وايد بقر، ما لقوا متفولهم بسرعه. خلنا نبيع، خلنا نبيع حليب، شو رايك؟ بس باقي لنا نبيع حليب. اوكي انا سويت ريست لهذا من الشوب، يبتم ولا انا سويت له ريست بس ما اعرف وين راح. وين راح الشب؟ شب قول والله، انا اقول وين صاروا ولا ادري بهم. ترست الشب، انا بشل هذا وبهمية انا، بس البترول يكون مفضي فيه، عرفت؟ اه اوكي عادي يعني برايه، بس يمشي بترول لهني. اي اقول لك الالف لتر يجيب لنا الف بس ترى. شوف الحين سعر السوق، هي سعر السوق بير 1000 لتر الحينه، اغلى واحد يشتري ب 1052 جرين ميل. نوت وورث، ما في شيء وورث احنا قاعد نسويه اصلا. ترى يا شوي عقب ما راح نروح، ترى ما تفرق الحين، بعب تجري ب 30000 والتنكر مالي كم يشيل 75000. بزير نبيعه، تذكر الحلقه بس انا متى قاعد نسجل؟ صار لنا 4 ساعات نسجل. بعيد ولا قريب؟ والله مسافة شوي. يلا بسم الله، خلنا نصير نبيع حليب. والله الأرض مش أحسن شيء حوالين المزرعة، بس مداخل ومخارج ممتاز، ومساحة المزرعة نفسها تمشي فيها وانت مرتاح يا أخي. ستارت أوفر لودنج، أي خلنا نشوف فلوس. 733، شوف كيف تزيد. لا والله تحس إنه يزيد بس مش المبالغ اللي ها. بس نحن بعدين بنسوي خرفان، ترى بنسحب شوي على البقر صح، بس بنعطيهم اكل وطاف، بننظف مكانهم، بنجمع شي في المزرعه، عقب بنبيع كل شيء ترى. بس نحن الحين مال وان بوزل الحلقه واحد. لا والله زاد، هم زاد، حسيت ان المبلغ تحرك، عرفت؟ بعدين ايه which is good which is good. 27000 من مزرعة واحدة صح؟ لا من كلهم كلهم، بس ما لحقوا الباقيين، باقي ما لحقوا توهم. هذاك خطف عليه ون دي ترى، زاد مرة واحدة يوم سوينا سليب، صدق زاد يعني. فإذا تسوي أظني أكلهم أظني سبوزلي افتراضا مفروض أنه يكفيك 10. قمت أدل الدرب يا ريال، زين
عشرة أيام يتمن الأكل، فإذا عشرة أيام ويقول الحين وحدة طلعت لنا كم؟ 400 طلعت لنا مال 25,000 تقريبا، حلو؟ ون داي يعني يطلع لنا 250,000 ون داي، 250,000 ون داي، هاي 1 مليون بتطلع انت ان ون داي، لا بتطلع يعني ان 10 دايز بتطلع شي ربع مليون بس هذا بقر، بس بقر. انزين اسالك انت، اخذت بقر كله مره مال الفجيره صح؟ لا اخر مزرعه صغيره مش بقر فجيره، اخر مزرعه هولندا. مزرعه صغيره مال هولندا اخذت. عشان ليش اخذت المزرعه بقدرها؟ عشان اصلا يكون عندنا شو، شوف عشان يكون عندنا تنوع، ما فيها وايد ترى، ما فيها وايد بقر، حتى المزرعه الثانيه ما فيها وايد بقر، بس احنا يكون عندنا كشكل كذا مزرعه حلو، بس انك تعبي وايد كذا مزرعه بتشوف كيف كل شيء نقايس له، عرفت؟ خلينا ناخذ رعد، لحظه وين رعد؟ حصانك كم؟ حصانك ناقص ولا زين؟ لا اوكي زين حصانك، الحين تمشي 70، انت مشيتهم صح؟ ايه اوكي، انت جاي تبي تشوف حصانك وحصاني، ما شاء الله عليك، رعد يحبك الحين. ايها المشاهدون والمشاهدات، والله الحلقه هاي ما ادري كم ساعه زين جالسين نسجل فيها، فشوفكم شوفوا الحين سوينا بقر مزرعه الواقيو زين، نشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله على خير، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، ما أعرف كيف أسوي الحين الفيديو بس إن شاء الله. يلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو لا ينسون شو ناصر، شير لايك سبسكرايب صح وكل شيء.